وانا قلت الكلمه دي قبل كده والله، انا في خلال المده اللي فاتت كلها، وربنا سبحانه وتعالى الحمد لله الحمد لله ازاح عنا هذه الغمه ورب ما يرجعها تاني، لكن انا ما لقيتش مره واحده خلال لقاءاتي، وجدت كتير سواء في الجيش او في الشرطه او حتى في مناسبات اخرى، ما لقيتش سيده مصريه زوجه كانت او ام يعني، وجت قالت لي كلمة يعني تقلمني على موضوع سقوط ابنها شهيد أو مصاب. ما حصلش، الصلابة جاية من هنا، القلب الحديد مش جاي إن أنا إنسان. لو جيت أهلي مش داعمين وبيجرحوني وبيزعقولي وبيلوموني كمان على واقع إحنا بنعيشه، أنا هتأثر مفيش كلام. لكن كان دعم الشعب المصري للحالة ديت اللي قعدت أكتر من 9 سنين. ولما بقولها النهاردة في يوم زي ده، ما أقصدش أبدا غير إن أنا بسجل الاحترام والتقدير والامتنان والإعجاب بكل مصري ومصرية. ربنا شكر شكر شكر.